قضت المحكمة الابتدائية بمراكش اليوم الأربعاء بمتابعة كل من المنتج البحريني محمد ترك والمدعوة وصالة في حالة صراحة، وذلك في أولى جلسات محاكمتهما بتهم الخيانة الزوجية والسرقة التي كانت قد رفعتها ضدهما الفنانة دونيا باطمة. وأمرت النيابة العامة بإطلاق سراح ترك مقابل كفالة مالية بقيمة 10,000 درهم، فيما قررت إخلاء سبيل وصال مقابل كفالة بقيمة 5,000 درهم، بينما تم إخلاء سبيل شخص ثالث يدعى عبد المغيط من دون أي كفالة. ويتابع المعنيون بالأمر بتهم التحريض على الفساد والسرقة والتقاط وتصوير مقاطع فيديو لأشخاص داخل مكان خاص ونشرها دون موافقتهم.